سمعنا قبل الانفصال كلام رئيس الجمهوريه في لقاء وزير التربيه، سمعنا زاد كلام وزير التربيه اللي قال ثم امكانيه كبيره يرجع النوفيام وكذلك السيزيام، ولكن قال الاقرب انه النوفيام تقريبا حاصل الرجعه نتاعو. ورد النقابات يقول لك ما نمشيوش بالتهديد، مواصلين في حجب الاعداد، مرحبا على طاوله الحوار. الرئيس يحكي مرضي على تغيير جذري، ما عادش نحكيو على اصلاح، على تغيير جذري. قال لك قدر المعلمين المربين، هما اللي قرروا، هما اللي وصلونا، ماذا بيا خلصهم برشا، ماذا بيا ماذا بيا، ولكن لا سبيل اليه اليوم. ولادنا يقعدوا رهائن التجاذبات السياسيه. حاتم الكلام اللي قالوا انا نجم نقوله، معناها انا هذاك موقفي. الاصلاح ما عادش فيها ما تصلح، خاطر فما برشا خاور ياسر اداري المنهجي في برشا حاجات. هذا تعليم الكوبي كولي، تعليم احفظ واترك، معناها يلزم تغيير جذري بالحق، كلمه جذري في بلاصتها. الحاجة الأخرى حجب الأعداد، بيان سور شكون الضحية؟ يقعد التلميذ، قلنا هذايا من عام ناول، ملي كانت ملي بدات هذايا الاستراتيجية نتاع الضغط المعتمدة هي حجب الأعداد. بالطبيعة تصليح إصلاح التعليم اللي يدعو ليه النقابات، والنقابات هذيك مشكلتهم ما يديم يحبوا يصلحوا حاجة وما يبداوش يصلحوا هما رواحهم، معناها ما يظهر لي فما وقيت باش نفهموا نحن كمواطنين علاش التعليم العمومي سببا وضعيته كارثية، وضعيته كارثية، وعلاش منهم، معناه ما نحكيش كان ليتود، فما ليتود، فما فما رسكلة معناه للمعلمين والاساتذه. والله نقطه فما ليتود حتى ما عنديش معها مشكله، ما نعرفش علاش نحسوا تعرفوا بروبليم. عندي مشكله وحيده انه المعلم والاستاذ ما يلزموش يقري ولده اللي يقري فيه في القسم. نحكي لك معناه لو هالظهر هذه نوقفوا، حاتم يقريني في الكلاس ما يقرينيش ليتود، باقي معناه اني نطلب معناه باش نقوي روحي في الماده هذه، والماده هذه عند بروف وهو يربح وانا نربح. لتو مانيش اين الخلل؟ الخلل كان في النقطة في النقطة اللي انت في الكلاس ما تفهمش وتكون تلميذ متوسط، وبعد كي تقرا ليتيود عند نفس المعلم تتحسن بصفة عجيبة في بضعة ايامات. مش ديما هكا، انت قريت قد عندك؟ قريت 10 سنين، نحكي لك على الوضع توا، ما عندكش فكرة. 10 سنين ما خديت الباك. عمره في الأربعين رفيق. بالحق بالحق. لا آخر مرة قريت. ما خديت الباك. أنا عندي 10 سنين ما كملت القراية. ها حاجة. وتنظر على إصلاح التعليم واخرج بسالة جبت. باهي كمل حاتم. دونك اي معناه الاصلاح راهو شامل، راهو يلزم ديجا المقررات، البرنامج شنو القريه. يقول لك الاستاذه والمعلمين شاريهم اليوم. انا انا متاكد كان جات يخلصوا بالقدام الليتود راهو يتعمل في وسط السنه. معناها راهو فما حلول حاولوا يلقاوا، لكن فما الضغط زاده، فما زاده الناس مستكرشه. ما يلزينا من اللي تابو التقدير، وتقدير على روسنا الاستاذه والكل. انا والدي من التعليم، بابا كان بروف دومات، امي بروف زيد، امي معلمه. دونك هذوما معناها يلزينا ماك السكراليزاسيون. عندكم مشكل، كل قطاع يلزم يحل المشاكل وحده.